يعني ممكن أن تكون هذه العمليات عمليات فردية، وهؤلاء الأفراد يمكن أن ينتموا إلى أي مجموعة كانت أو مشاغبين إلى حد ما. على الحكومة العراقية أن تكون هي المسؤولة عن الأمن وتعمل كل جهودها لاستبداد الأمن، فإن يعني المجموعات التي تتبنى أو لا تتبنى هذا يعني شيء يكون في صالحها أو عدم صالحها. فمن المعلوم أن مجموعات عديدة لا تريد أن تعرف يعرف العالم من هي وماذا تعمل، فهي تؤدي إلى الخراب فقط، هي تؤدي إلى الشغب والبلبلة، وهذه هي أهداف هذه المجموعات. لا أظن أن يعني مجموعات محدودة تحترم نفسها تتبنى مثل هذه العمليات. نعم.